بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس في مدارسة كتاب الفتن للشيخ المجدد رحمه الله. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، وله ما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. كل حديث فيه لا تقوم الساعة إلا كذا فهو من علامات الساعة وأماراتها، والمراد بالساعة القيامة، والقيامة اليوم الآخر. ولهذا نوع الله جل وعلا في القرآن أسماء هذه القيامة، فنافت أسماؤها في الوحي على 30 اسما لعظمة هذا اليوم وكبير شأنه. لا تقوم الساعة حتى تظهر نار من أرض الحجاز. أين الحجاز؟ الحجاز هي جبال تهامة، لأنها تحجز بين وسط الجزيرة وبين تهامة، وتشمل الحجاز مكة والمدينة والطائف. هذه الأمصار الثلاثة للحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك زادت أمصار الحجاز ومدنه. في عهد عثمان جاءت جدة، وفي عهد أواخر الصحابة نشأت بقية الأمصار كخيبر وتيمة وتبوك وهكذا. نار من أرض الحجاز هذه هي البراكين الموجودة في المدينة، وقد وقعت هذه الآية والعلامة في سنة 654 من الهجرة، كما ذكر ذلك مؤرخ الإسلام كالحافظ ابن كثير وابن الجوزي في المنتظم وغيرهما، وذلك قبل سقوط بغداد على أيدي التتر بسبب ابن العلقمي الرافضي، حيث سقطت بغداد سنة 656. خرجت من المدينة النبوية 3 براكين كبار ارتفعت في السماء، فكان في الليل تضيء لها أعناق الإبل ببصرى الشام، بصرى الكائنة في شرقي دمشق، أي من شدة ارتفاع أعمدة البراكين في المدينة. وذكر المؤرخون أن هذه البراكين زادت حتى لجأ الناس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن تدخل عليهم هذه الحمم البركانية. إذن هذه علامة من علامات الساعة وقعت وانقضت. نعم، وبصرى الشام غير مدينة البصرة، فإن البصرة في جنوب العراق، وبصرى مدينة قديمة كان فيها أتباع عيسى وقبلهم الرومان،
وهي في شرقي دمشق. نعم. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة. قالوا: ستخرج نار من حضر موت. من حضر موتى. نعم. أحسن الله. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وقال حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وحسنه واستغربه فقال: حديث حسن غريب. وهذا مصطلح خاص عند الإمام الترمذي في جامعه الصحيح، يحكم على الحديث بأنه حسن ثم يردفه بأنه غريب. وأشكل هذا على أهل العلم وصف الحديث بهذين الوصفين، لكن من عرف طريقة الإمام الترمذي ومنهجه يزول هذا الاستغراب، فإن الحديث الحسن عند الترمذي هو الحديث الذي رواه العدول وسلم من الشذوذ والنكارة. وكونه غريب أحيانا يشعر بأن فيه من هو ضعيف الوهم، ويشعر أحيانا بأنه ليس له إلا هذا الطريق. وليس معنى قوله غريب أنه ضعيف. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت. حضر موت هي الإقليم الشهير في جنوب الجزيرة، والنسبة إليه الحضرمي، ومنهم الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي. قبل القيامة، وهذه النار هي النار التي تخرج من بحر عدن، في رواية من قعر عدن، التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري في صحيح مسلم قال: وآخر ذلك نار تخرج من أرض الحجاز، آخر ذلك نار تخرج من بحر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، أي تسوقهم إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا في الليل، وتقيل معهم حيث قالوا في النهار، حتى يجتمعون في أرض الشام وتقوم عليهم الساعة هناك. فهذه من العلامات الكبرى التي لم تقع بعد. ومن فقه المصنف أنه ذكر النارين: نار وقعت وانقضت، ونارا لم تقع ولم تنقضي. فأما النار التي وقعت وانقضت فهي النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى الشام، هذه وقعت وانقضت. والنار التي لم تقع بعد هي نار بحر عدن أو قعر عدن، التي تكون من علامات الساعة الكبرى تسوق الناس إلى محشرهم. أي النارين أعظم ولماذا؟ النار الثانية أعظم. لماذا؟ لأنها العلامة الكبرى من علامات الساعة العشر، ولأنها تسوق الخلق إلى أرض الشام. قيل: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. فأوصى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بأرض الشام، لأنها مجمع المؤمنين وفيها إمرتهم وجماعتهم في آخر الزمان. وهل معنى هذا أن الشام أفضل من مكة والمدينة؟ الجواب لا، وفيها أن البقعة تفضل بفضل أهلها إذا اشتهر فيهم العلم والصلاح واجتماع الكلمة. ولهذا الأحاديث الذي جاءت في فضائل الشام كثيرة، تدور كلها على هذا الأصل، أنه تقوم في الشام راية المؤمنين، ويجتمع فيه خيار أهل الأرض،
وذلك في زمن المهدي في آخر الزمان إبان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن الشام أفضل من مكة والمدينة، فإن الإجماع مستقر عند المسلمين على أفضل على أن أفضل البقاع مكة والمدينة ثم تأتي الشام بعد ذلك، وإنما اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فذهبوا فيها إلى قولين، فجمهور العلماء على أن مكة أفضل، وهذا هو القول الصحيح لتضافر الأدلة عليه، وذهب الإمام مالك إلى أن المدينة أفضل لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وموته فيها، ولدعائه لها اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، والصحيح أن مكة أفضل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيار بديع، حسم الخلاف في هذه المسألة فقال أفضل البقاع إلى العبد ما زاد فيه إيمانه، أفضل البقاع ما زاد فيه إيمانك وتقواك، فإن البقاع لا تزكي أحدا. عاش في مكة أئمة الكفر، فرعون، هذه الأمة، أبو جهل وأمية بن خلف وأبو لهب، وعاش ومات في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، دل على أن البقاع ما تزكي أحدا. فأفضل مكان لك أيها المؤمن ما زاد فيه إيمانه بالطاعة والانتهاء عن المعصية، لكن الشام في آخر الزمان يفضل بالعلم الذي فيه وكتائب الجهاد تحت إمرة المهدي واجتماع كلمة المسلمين، حيث ينزل عليهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. نعم. وللترمذي وحسنه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتردوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. هذا الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه الصحيح وحسنه حكم عليه بأنه حسن على شرط الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. النبي ها هنا قدم هذا بالحلف، ونبينا صادق بار ولو لم يحلف، وإنما حلفه على الأمر يزيده ماذا؟ يزيده تأكيدا ويزيده تنويها واهتماما. والذي نفسي بيده، أي أنواع الحلف هذا الحلف؟ ها، أي أنواع الحلف؟ الحلف أنواعه ثلاثة: إما بالله أو بأسمائه أو بصفاته. طيب إذا حلف بالطلاق، هذا حلف بغير الله، علي الطلاق، هذا عصى الله معصيتين، حلف بغير الله واستهان بأمر الطلاق، ثم يذهب يتعب المشايخ، دوروا لحل يا مشايخ. أكثر من يشغلنا الحالفون بالطلاق. هنا حلف بماذا نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ها، حلف بصفة من صفات الله لما قال: والذي نفسي بيده، وفي رواية: والذي نفس محمد بيده. إذن حلف بأن نفسه صلى الله عليه وسلم بيد الله، وهذا حلف بصفة من صفات الله الذاتية، ولهذا يجوز الحلف بصفات الله، لا والذي استوى على العرش، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا،
لا والذي نفسي بيده، أو يحلف بأسماء الله لا والعليم والحكيم والسميع والبصير، أو بالله عز وجل أقسم بالله والله وبالله وتالله، هذه أدوات القسم. قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. إمامكم يعني إمام المسلمين، تقتلوه بخروجكم عليه. وهذا من أحاديث الفتن، لأن قتل الإمام وولي الأمر ماذا يورث الناس بعد ذلك؟ الفوضى والاضطراب وانشقاق الصف واختلاف الكلمة، ويترتب على هذا سفك الدماء والقيل والقال وإشاعة الخوف عليهم. تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم، تجتلدوا أي يجلد بعضكم بعضا بالمقاتلة والضرب بالأسياف، كناية عن القتل وسفك الدماء بالجراحات. ويرث دنياكم شراركم. إذا مات الصالحون بهذه الفتن يبقى الطالحون، إذا مات الأخيار بقي الأشرار، يبقون وهم الذين يرثون الدنيا، أي تكون لهم السيادة والرياسة ويؤول إليهم المال سواء بالغصب أو بالميراث. وهذه الثلاث في قتل الإمام والمقاتلة بين الناس بعضهم مع بعض، وأن يرث الدنيا مالا وجاها ومنصبا شرارهم، من العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. وأول وقوعها متى؟ قبل عثمان في عمر. من قتل عمر؟ من هو قاتل عمر؟ أبو لؤلؤ المجوسي. ما اسمه؟ فيروز المجوسي. ثم قتلت الخوارج عثمان، ثم قتلوا عليا، وترتب على مقتلة أئمة المسلمين اجتلاد الناس بالسيوف، حتى ورث الإمرة والرئاسة ليس الخيار وإنما الشرار. نعم. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السبع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وقال: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن فضل، وهو ثقة مأمون. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، له أي للترمذي في جامعه الصحيح. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم ابن الفضل، وهو ثقة مأمون. والحديث له شواهد ترقيه إلى مرتبة الاحتجاج. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا كسابق حلف بصفة من صفات الله، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، فدل على أنه من أشراط الساعة. كل حديث صدر بذلك لا تقوم الساعة فهو من حديث العلامات والأمارات، فذكر عليه الصلاة والسلام من الأمارات فيه: حتى يكلم السباع الإنس، هذه واحدة، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، هذه الثانية، وشراك نعله، هذه الثالثة، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا من أحاديث الغيب، من أحاديث الغيب التي لا نعرف كيفيتها إلا إذا وقعت. والتأويل بمعرفة الحقيقة إنما تكون عند وقوعها،
قال الله جل وعلا في الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ما تأويل الأمر؟ أي حقيقته فعل المأمور. قال جل وعلا: أقيموا الصلاة. تأويلها أي حقيقتها هو أداؤك للصلاة، هذا تأويل الأمر. ما تأويل الخبر؟ وقوع المخبر به، وهذا الحديث من باب الخبر، فإذا وقع عرفنا تأويله. قال: لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع. لما لم يقل حتى تكلم السباع؟ يجوز في لغة العرب أن يراد بالسباع الجنس فيحمل على التذكير، أي جنس السباع تكلم الأناسي، مع أن السباع ليست ناطقة، إنما الناطق هو البشر الإنسان، لكن في آخر الزمان يحصل للكون اضطراب وتغيير في سننه ونواميسه، منها أن الشمس تخرج من أين؟ من المغرب، منها أن يقرب البعيد، منها أن السباع تكلم الناس. هذا علامة على إيذان الدنيا بانتهائها وزوالها وإقبال الآخرة، والأمر سيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا كيفيته أو لم نعرف كيفيته؟ قال: وحتى يكلم الرجل علبة صوته. الصوت معروف، وهي العصا، هي الصوت، وكذلك الكرباج الذي يتخذ من جلد الثور أو البقر أو الجواميس أو الإبل. علبة الصوت أي طرفه، يكلم الرجل علبة صوته، والحديث على ظاهره. وربما أن الآلات والأجهزة المخترعة تحقق شيئا من هذا المعنى. وحتى يكلم الرجل شراك نعله. ما شراك النعل؟ النعال تعرفونها، ما شراكها؟ معقد الأصابع منها، معقد الأصابع هي الشراك، فيكلمه معقد شراعه، معقد شراك نعله. ومن عرف الآلات والاختراعات الآن الحديثة لم يستغرب هذا، وإن كان الإنسان عند أول وهلة إذا سمعه استبعده، لأن منطوقه ومفهومه يضيق عن تصوره. وقالوا قديما: إن الإنسان عدو ما يجهله، فمن جهل شيئا أنكره، أي بادر بالإنكار. قال: وحتى يخبره فخذه. الفخذ هو الجزء من الحوض إلى الركبة، يسمى فخذا، إما بالأيمن أو الأيسر. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، ما أحدثوا أي ما فعلوا في غيبته، سواء من أمر محمود أو أمر غير محمود. والأصل أن المخبر به إيش؟ الأمر غير المحمود، سواء فعلهم الفاحشة أو كذبهم أو لفهم دورانهم تزويرهم. وكل هذا سيقع كما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وكون هذا من علامة الساعة لأن هذه الأربع من العلامات التي إيش؟ لم تقع بعد. مر معنا أن العلامات كم قسم؟ ثلاثة: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، وعلامات لم تقع بعد، وهذه منها. طيب، التي في الحديث هنا من الكبرى ولا من الصغرى؟ يقول أخونا من الكبرى، لماذا؟ لا، من الصغرى. لماذا؟ لماذا من الصغرى؟ لا، الكبرى هي العشرة، العشرة هي الكبرى، وما سواها تسمى صغرى. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. اللهم صل وسلم على. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، إذن هذا من علامات الساعة، حتى يكثر المال ويفيض. يكثر أي في أيدي الناس، ويفيض يعني يزيد عن حاجتهم، وهذه الأرصدة الآن ملآنة، أليس كذلك؟ وكان قبل ذلك خزائن الناس ملأ. هذه إفاضة المال، وإفاضته دليل على كثرته. وقد بينا أن من صور ذلك أن القيمة الشرائية للعملة تزداد أو تضعف. ها، تضعف. الدولار قبل 100 سنة له قيمة، الريال له قيمة، الآن ليس له قيمة. ها، كذلك من ضعف القيمة الشرائية للعملة أوضاع الفتن. إذا قوي اقتصاد البلد قويت قيمة عملته، وإذا ترد اقتصاد البلد ومكانته نزلت قيمته بالحضيض، وهذا كما يسمى الآن بماذا؟ بالتضخم أو الكساد. وهذا كله يحقق هذا المعنى من كثرة المال وإفاضته. من إفاضة المال أن الرجل يخرج بصدقته. ما المراد بالصدقة؟ أصل الصدقة الزكاة، والدليل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن هذه الصدقة المأخوذة بالإجماع هي الزكاة، لأن الصدقة النافلة لا تؤخذ غصبا ولا تجب وجوبا. قال: وحتى يخرج الرجل، يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. لماذا؟ لأن الناس اغتنوا وكثرت بأيديهم الأموال وفاضت وزادت عن حوائجهم. هذه وقعت ولا ما وقعت؟ وقعت، لكن ليست الوقوع الكامل، في جهة دون جهة، في جهة دون جهة، وفي زمان دون زمان، لكن لم تستحكم استحكاما تاما. وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، هذه العلامة وقعت ولا ما وقعت؟ لم تقع بعد. وهذا فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات صدقه، ودليل وبرهان على نبوته في قوله حتى تعود، دل على أن الجزيرة كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا ومطبورة بالمياه. وهذا ما اكتشف في العصور الحديثة. أرض العرب، أين أرض العرب؟ ها، اليمن فقط؟ لقد حجرتم واسعا. ها، أرض العرب هي الجزيرة العربية، هي الجزيرة العربية، وهي في الحد الجغرافي والاصطلاح الجغرافي تسمى شبه الجزيرة، لأن عند الجغرافيين وأهل تقويم البلدان الجزيرة ما أحاطت البحار فيه من جميع الجهات. والجزيرة العربية لا تحيطها بها الماء إلا من كم جهة؟ من 3 جهات. أرض العرب هي جزيرته العرب، وخرج من ذلك أرض السودان ومصر وشمال أفريقيا، فليست من الجزيرة، وخرج منها أيضا شمال العراق وأرض الشام، فليست من الجزيرة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع في الجزيرة دينان. عمر رضي الله عنه نفذ هذه الوصية النبوية، فأخرج
نصارى نجران ويهودها إلى أين؟ ها؟ ها؟ كيف الشام؟ إلى أين أجلى عمر رضي الله عنه نصارى ويهود نجران؟ إلى صنعاء، فدل على أن صنعاء وتخومها ليست من حد الجزيرة الاصطلاحي، وإن كانت من حد الجزيرة الجغرافي. لو كانت صنعاء من حد الجزيرة الاصطلاحي لما جاز لعمر أن يجلي نصارى ويهود نجران إلى صنعاء وعمران، أليس كذلك؟ ومن في زمان عمر كفقه عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أجلى عمر يهود خيبر إلى أين؟ إلى أذرعات. أين أذرعات؟ هي درعة الآن في جنوب سوريا قريبة من الحد الأردني. أجلى يهود فدك. أين فدك؟ هي الحائط والحويط الحرة. أجلاهم أول إلى تيمة، ثم أجلاهم بعد ذلك من تيمة إلى أذرعات، فدل على أن المراد بأرض العرب هي الأرض الصحراوية الجدبة القحطة الكائنة في أرض الحجاز وتهامة ونجد الحجاز إلى بحر الخليج. هذه الأرض التي فيها أكبر صحاري العالم، فإن في أرض العرب أكبر منطقة رملية في العالم، وهي إيش؟ الربع الغالي. نعم، ليس خاليا لأنه غالي. طيب، ماذا كانت تسمي العرب الربع الخالي؟ الربع الخالي اسم حديث. لا، ها؟ بحر ميت. كيف يكون بحر وهي رمل؟ العرب كانت تسميها باسم، لكن غلب على الناس الآن الاسم المستحدث، وهي موجودة في أشعار الزير سالم المهلهل، فإن الحرب بين بكر وتغلب انتهت إلى ماذا؟ إلى أن غرقوا في الرمال المتحركة، كانت تسمى بالرملة. تسمى بماذا؟ بالرملة. صحراء الدهناء الواصلة بين الشمال والجنوب في الجزيرة، البقعة الرملية الكبيرة في شمال الجزيرة تسمى بماذا؟ بالنفود الكبير، وكانت تسمى عند العرب بأرض وبرمل عالج. هذه الأرض، أرض العرب التي فيها العرب العاربة والمستعربة، سترجع في آخر الزمان مروجا وأنهارا. مروج، كيف مروج؟ أي مساحات خضراء، إما بكثرة الأمطار أو باستزراع الناس لها بوسائل الاستزراع المعاصرة. وأنهار، لأن الأودية الشهيرة في الجزيرة وأطولها وادي الرمة، وادي حنيفة، وادي الدواسر، مع كثرة الأمطار في آخر الزمان ستجري هذه الأودية على مدار السنة فتكون كالأنهار. الأنهار ما الذي يجعلها تجري دائما؟ كثرة إيش؟ الأمطار وذوبانها من الثلوج. وهذا يدل على أن الأمطار تكثر في آخر الزمان. مما يدل على هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه الذي كان في غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وقد قدم عليه الصلاة والسلام في تبوك، وقال: من إنا غدا قادمون تبوك، فمن أدرك منكم بئرها فلا يمس من مائها.
فلما قدم عليها وإذا عليها رجلان من المسلمين، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: أمسستما الماء؟ قال: نعم. فقال لهما: ما شاء الله أن يقول، من التعنيف، والماء قليل، وعدد المسلمين مع رسول الله كم؟ 30,000. فوضع النبي يده في الماء القليل في بئر تبوك، وكان كالوشل، أي الذي لا يغطي أصابعه من قلته، فدعا الله وذكره ونفث فيه، فما زال الماء يكثر كأنه ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا، أي في أرض تبوك، وكانت أرضا جرداء قاحلة ليس فيها إلا هذه البئر، أن ترى ما هاهنا قد عاد مروجا وأنهارا. هذا الذي أخبر به النبي وقع الآن. تبوك جنوبها إلى 130 كيلو، وشمالها 60 كيلو، كلها مروج ورشاشات محورية وزراعة ومياه جوفية ظهرت. وهذا من الغيب الذي كشفه الله لنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من علامات الساعة الصغرى التي وقع بعضها ويتجدد وقوعها، إلى أن يستتم في أن تعود أرض العرب كلها أو جلها كما أخبر النبي مروجا وأنهارا. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. والدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر ها هنا، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: رجل جاء من جيزان إلى جدة لمراجعة دكتور، وبعد أن انتهى من أين يعتمر؟ إذا كان هذا الذي جاء من جازان قد نوى العمرة وهو في جازان، فعليه أن يرجع بعد مراجعته للطبيب في جدة، أن يرجع إلى يلملم ويحرم من يلملم. أما إذا كان جاء من جازان ولم ينوي العمرة، إنما جاء لقصد واحد وهو مراجعة الطبيب في جدة، فلما فرغ من مراجعة الطبيب بدا له أن يعتمر، فإنه يحرم عندئذ من أين؟ من مكانه في جدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. والله أعلم. هل تجوز العمرة بدون إحرام؟ العمرة تصح بدون إحرام، لكن مع ما يلحق صاحبها من الإثم والفدية. أما الإثم فلأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، والفدية بحسب ما وقع فيه من المحظورات. ولهذا الإحرام ركن من أركان العمرة، وهو نية الدخول في النسك، فإذا لم ينوي الدخول في النسك فلا يصح إحرامه. والإحرام أيضا تجرده من ثيابه في حق الرجل، أي المحظورات 9 في حق الرجل و7 في حق النساء، وهي إجمالا كالتالي: لبس المخيط في حق الرجال وتغطية الرأس، ثم قص الأظافر وقص الشعر ومس الطيب وعقد النكاح والجماع وهو الوطن والمباشرة دون الجماع، والتاسع قتل الصيد البري المتوحش أصلا، فإذا وقع في المحظورات وجب عليه كفارة. ولهذا السؤال بهذه الطريقة سؤال خطأ، في أن يقول القائل: هل تصح العمرة بدون إحرام؟ فإن كان الإحرام النية فلا تصح العمرة، لأن الصلاة لا تصح إلا بتكبير وتسليم، وإن كان الإحرام
في اجتناب المحظورات فالعمرة تصح لكن مع الإثم، والله أعلم. إذا كان الحاكم يخالف أهل السنة ويعاديهم ما الواجب نحوه؟ الصبر أم ماذا؟ نعم، الصبر ثم الصبر ثم الصبر، والدعاء له والنصيحة له، هذا هو الواجب إلى أن يختار الله لعباده ما يختار. ما حكم وهب الثواب للحي والميت على سبيل المثال أن يهب ثواب العمرة وثواب قراءة القرآن؟ أما العمرة فيجوز أن توهب للميت، وأما قراءة القرآن الفاتحة أو ياسين أو الختمة يقرأها ويهدي ثوابه للميت فهذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحي أيضا. لماذا؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا إرشادا ولا تقريرا. والذي ينفع الميت من عمل الحي سبعة أشياء، الذي ينفع الميت من عمل الحي سبعة أشياء جاءت بها الأدلة، أعظمها الدعاء، فالدعاء ينفع الله جل وعلا الميت بدعاء الحي، ولهذا شرعت لنا صلاة الجنازة لأنها شفاعة من الحي لمن؟ للميت. الثاني الحج عن الميت فرضا أو نفلا، ودليله ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ثالثا ينتفع الميت بعمرة الحي عنه حيا أو ميتا، لحديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. رابعا أو خامسا رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عن الميت، لما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها أي خرجت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك. خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون الواجبة في ذمته، قضاء الديون في ذمته، إذا كان الميت عليه ديون وأوفاها عنه الحي تبرأ ذمة من؟ الميت، ودليلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم فتقدم ليصلي عليها ثم تأخر والتفت فقال أعليه دين؟ قالوا بلى يا رسول الله ديناران. قال تقدموا فصلوا على صاحبكم. فلحظ هذا الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه فقال هما علي يا رسول الله لئلا تفوت هذه الجنازة صلاة النبي عليها. فقال صلى الله عليه وسلم أي نعم، فتقدم وصلى عليها. فلقي النبي أبا قتادة قال يا أبا قتادة أأديت الدينارين عن الميت؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال أأديتهما عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، دل على انتفاع من؟ الميت بقضاء الديون عنه. سابعا يا جماعة
سادسا. طيب عدها الخمسة يلا. لا 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 عدها من هنا. الدعاء والحج والعمرة والصدقة وقضاء الدين. سادسا صيام الواجب على الميت، لحديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه من وليه. صيام الواجب لا صيام النافلة. كم هذه؟ ستة. باقي شيء السابع الطواف. قالوا لأن الطواف بعض نسك، الطواف بعض الحج وبعض العمرة يصح استقلاله، فصح إهداء ثوابه للميت، والله أعلم. وهذه السابعة محل خلاف، لكن هذا الأظهر والله أعلم. ما حكم زيارة المعالم الأثرية القريبة من محل إقامتي بدون سفر؟ إذا كانت الأماكن الأثرية لأقوام عذبوا بعذاب الله لأنهم كذبوا رسل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حد في هذا حدا ووضع في هذا أصلا لا يجوز تجاوزه ولا تعديه، وذلك أنه في غزوة تبوك مضى ومعه 30,000، فقال للخريت الدليل: أليس لنا طريق من غير ديار الحجر مدائن صالح؟ فقال: لا يا رسول الله. فطأطأ النبي رأسه لما دخل أرض الحجر حتى خرج منها وقال: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكين أو متباكين، إلا وأنتم باكين أو متباكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فدل على أن دخول الأرض التي عذب أهلها لا يجوز إلا على نحو الاعتبار، خشية أن يصيبنا ما أصابهم. أما لمحض الفرجة والتنزه والسياحة فلا يجوز، والله أعلم. ما تعبتم أنتم؟ الأسئلة كثيرة، نأخذ منها 4 أسئلة. يقول: ما حكم كتابة الدين؟ كتابة الدين سنة مؤكدة، وقيل بالوجوب لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد فرق العلماء بين الدين الذي يحفظ فكتابته سنة مؤكدة لئلا ينسى، أما الدين الذي يخشى عليه الضياع والنسيان فلا بد من كتابته. والصارف أن الأمر بالإشهاد أمر استحباب لا أمر وجوب، والله أعلم. هل يجوز عمل العقيقة بعد أكثر من أسبوع من الولادة؟ نعم، الأفضل أن تكون العقيقة يوم السابع، أو إن لم يكن السابع في 14، فإن لم يكن فيوم 21 ثم في أي يوم بعد ذلك. وأما الجواز يجوز من أول ما يأتي. الآن كم باقي من سؤال؟ طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة هي الجارية، هي الأمة التي يملكها سيدها، فيطأ هذه الأمة فتحبل منه، تحمل منه، ثم تلد طفلا أو طفلة، في خيار ثالث، يا ذكر يا أنثى. نعم في خيار ثالث، لا يا أخي، خنثى، خنثى مشكل. طيب، هذه المولودة نفرض أنها أنثى، من أبوها؟ أبوها حر وأمها رقيقة، تتبع أباها بالحرية، فتكون هذه البنت في حياة أبيها سيدة على أمها، لأن أمها رقيقة، مجرد ما يموت أبوها
تعتق الأم لأنها أصبحت أم ولد. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، ويشمل حتى الغلام يكون ربا لأمه أي مالكا لها، وهذا كناية عن انتشار الجهاد في سبيل الله الذي ينتج عنه الرق، لأن الشريعة سدت جميع أبواب الرق إلا بابا واحدا وهو الجهاد في سبيل الله في استرقاق غير المسلمين ليسلموا، والله أعلم. يقول: ما حكم اللقطة في الحرم؟ ما حكم اللقطة في الحرم؟ ما أدري، بقية سؤالي غير واضحة. ما هي اللقطة وما حكمها في الحرم؟ اللقطة يا أخواني عرفها الفقهاء بأنها ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، ليس الأغنياء، لأن الأغنياء ما يرفع همة شيء، ولا الفقراء، ولا الفقراء. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فاللقطة ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، ولهذا النعال الرخيصة ليست لقطة. المسواك هل هو لقطة؟ ليست لقطة. طيب الجوال لقطة. إذن ما ترتفع إليه همة أوساط الناس هذه اللقطة. 5 ريال لقطة، 3 ريال لقطة، 0.5 ريال ليست لقطة. طيب مكة لها خصوصية عن سائر الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص مكة وهي كل ما داخل حدود أميال الحرم في حديث ابن عباس، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاه، حديث ابن عباس وابي هريرة، لا يختلى خلاه أي الحرم، ولا ينفر صيده، ولا يخبط شجره، ولا تحل لقطته إلا لمنشد لمعرفها الدهر كله. ولهذا من وجد في الحرم، وليس الحرم خاص المسجد، حتى في الساحات، حتى في أحياء مكة مما هو داخل حدود الأميال، من وجد مالا أو ثيابا أو جوالا أو كتابا فلا يحل له أن يتملكه. ماذا يصنع به؟ يسلمه للأمانات إن كان وجده في منطقة الحرم، منطقة المسجد، أو إلى أقسام الشرط، فإن كان كسلان يضعه في مكانه ولا يأخذه. هذه أحكام اللقطة في الحرم، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل الدرس إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر ها هنا، والله أعلم.